ليلة عاصفة غير عادية شهدتها محافظة عكار ليل الجمعة وتحديدا في وادي خالد بسبب الأمطار الطوفانية الغزيرة التي حولت الطرقات إلى سيول جارفة. معالم الكارثة تكشفت مع ساعات الصباح ليتبين حجم الخسائر الكبيرة، فالبنى التحتية تضررت في عدد من قرى الوادي إلى أن أضحت منطقة منكوبة، في وقت تحولت الطريق العام التي تربط قرى وادي خالد بعضها ببعض وتربطها بالجوار عبارة عن خنادق متنقلة. من فوق من أكروم اجت وصبت هون عنا، ما ضل شيء وما راح، طفنا والبيت كله تضرر، عندي طون حطب دينت حقه دين، وأنا معاشي كله 100 دولار. عندي راحت الفريزة، بعوض الله راحت البضاعة، يعني جايبتها تقريبا شي 300 دولار، وعندي بطاطا ورا البيت زرعته كمان تضرر وراح. فان وكوارث ويعني وشو بدي اقول لك؟ شي ببكي، ارزاقنا راحت، عندي تقريبا 700 دولار. نواب المنطقة عاينوا الأضرار وزاروا المتضررين وطالبوا الحكومة بإعلان حال الطوارئ، لا سيما أن الخسائر قدرت بأكثر من مليون دولار. أكيد نحن إن شاء الله تنين حيكون نزلتنا على بيروت مع كل الزملاء أن نراجع كل المعنيين والمختصين. نحن منعلن وادي خالد منطقة منكوبة بكل معنى، بنطالب مجلس الوزراء مجتمعة أن يتحمل مسؤولياته، كل واحد يتحمل مسؤولياته وخصوصا وزارة الأشغال. وأنتوا صورتوا شفتوا الأضرار، ناشدنا الكل، حجم الخسائر لا يقل عن مليون دولار. الجيش اللبناني وفرق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني ومتطوعون كانوا قد نفذوا مهمات إنقاذية طيلة يوم الجمعة حتى ساعات متأخرة من السبت، كما عاين الأضرار الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.